قولي لي بقى، انا عرفت انك بتلعبي كوره في المدرسه، قولي لي احكي لي انت بتتكسفي. قولي لي بقى. انا كنت ماما كانت ساعات بتتاخر عني في المدرسه، ايوه كانت بتسيبني مع كابتن تامر، ايوه هو كان بيدرب الاولاد في كوره. المدرسه كوره، اه فايه هو انا كنت ساعات لما بكون انا قاعده مع اخويا فبكون زهقانه شويه، ايوه فبقوم اه اقعد العب كوره وكده. وبتلعبي كوره احسن من الولاد كمان. انا عرفت، انا عرفت انك لعيبه جامده قوي وبتجيبي جوان كمان، صح؟ اه قولي لي بقى، يعني ما شاء الله الجمال عالية وعلي وحمزة، مين اللي سماهم؟ حضرتك ولا لا كان احمد الشهيد طبعا، منسي هو اللي حريص ان يسميهم؟ لا احمد، وده انا ذكرته يمكن في الندوه التثقيفيه امام سياده الرئيس، اه الله يرحمه، كان يمكن اول من واحنا مخطوبين، كان قال لي ان هو قال لي انا نذرت نذر لربنا وهو في ثانويه عامه، اه ان هو اول طفل لو جاله يعني ذكر هيسميه حمزه، وتحديدا كان طبعا مختار الاسم ده على اسم سيدنا حمزه بن عبد المطلب، عم الرسول صلى وكان الله عليه وسلم. طبعا وعليه الصلاه والسلام، وكان هو الاسم ده بالذات لانه لما عرف عن بطولات سيدنا حمزه من القوه والشجاعه والبطولات في الحرب، اثناء الحرب بالتحديد، فمن كتر تعلقه طبعا، هو طبعا كان بيقرا كتير في سيره الصحابه وكده، ولكن الصحابه بالذات اللي معروف عنهم القوة الشجاعه في والشجاعة الحرب، طبعا في سيدنا حمزة، الحرب في علشان البطولات، كده حمزة اتسمى على اسم فعلشان سيدنا كده حمزة. كان نادر نادر. فلما عرفنا انه ولد طبعا في الشهور الاولى طبعا الحمد لله يعني سمى حمزه. برضو علي كان قايل ان هو عايز يعني كان بيختار الاسامي زي ما قلت لحضرتك اللي هي بتاعت اللي فيه الصحابه اللي فيهم قوه وشجاعه واقدام، فبرضو اصر انه يسمي علي. ساب لك عالية ولا برضو؟ لا يعني هو كان بقى انا يعني عرفت ان احنا كان في اتفاق مفروض حضرتك كنا هتسمي. متوعدين ان انا هسمي الولاد وانت بقى لو في بنات سميهم براحتك. طبعا كنت فرحانه بقى عماله اختار اسامي، صدمني ان هو برضو اللي اصر يسمي البنت، فسماها عليا، هي معتزه جدا باسمها على فكره، بتحبه جدا ما لان شاء الله، والدها لا اللي اسمها اختاره. جميل وهي جميلة كمان.